ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب حضرتك؟ طيب أنا شادي جمال، نائب أساسي في رعاية أستاذ دكتور شريف مختار دفعة 2019. هنتكلم النهاردة برزنتيشن بسيطة وصغيرة جدا عن الـ Invasive versus Non-Invasive Ventilation in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. عند السوبرفيجر دكتور حسن خالد، عند دكتور ريتو فاروق. أول حاجة هنقول الـ background of acute hypoxemic respiratory failure. هو الـ most common cause of ICU admission. المورتاليتي ريت بتاعه بيوصل لغاية 30%. الـ definition بتاعه لما يبقى الـ PaO2 أقل من 50 مليمتر مركري روم اير. الـ diagnosis غالبا بيبقى عن طريق الـ ABG عشان نشوف الـ PaO2 فيها، وبنعمل imaging just to confirm the cause of the diagnosis. الـ pathophysiology بتاعه الأساس بتاعه إن هو يبقى الـ decrease of oxygenation of the blood. Oxygenated blood بيبقى عبارة عن shunting يا إما intrapulmonary أو intracardiac. Intrapulmonary عن طريق إن بيحصل collapse أو filling في الألفيولاي، فبيحصل shunting of the blood من الـ airspace filling أو من الـ airspace، أو الـ intracardiac shunting من الـ right to left side of circulation. الـ etiology filling من مثلا left ventricular failure بيعمل acute pulmonary edema الـ ARDS، اللي بتبدا بانكريز كابيلاري بيرميابيلتي، فبيبدا بفيلينج او الفايبروزز في الليت بارت اوف ذا ديزيز، النيومونيا بالانفلاماتوري اكسيدتس، والبلود في الديفيوز البر هيمرج او ايزنمنجر سيندروم اللي هو الرايت ليفت شانت. الاي ار دي اس اكوردنج تو بيرلين ديفينيشن هو ليك كلينيكال كرايتيريا ان هو التايمنج بتاعه بيبقى اونست وذين 1 ويك اوف نون انسولت اور اوف نيو ورسنينج ريسبيراتوري سيمبتومز. بيتشخص بإيميجنج اللي هي bilateral opacity not fully explained by effusion, lobar or lung collapse or medules، وإن يبقى فيه إديما not fully explained by heart or fluid overload causes. وبيتقسم الـ severity بتاعه mild أو moderate أو severe. لازم بيتشاف على بيب 5 أو على سباب. المايلد بيبقى من 200 ل 300 الـ PaO2 الـ FiO2 ratio، المودريت من 100 ل 200، والسيفير أقل من 100. الكوز في ار دي اس عندنا السيبسيس والنيمونيا لوحدهم اكتر من 60% اوف ذا كوزز. عندنا الدايركت لانج انجري او اندايركت لانج انجري، الدايركت زي النيمونيا او الاسبيريشن اوف جاستريك كونتنت او الاير اور فات امبلاي، توكسيك انهاليشن او نير دراونينج، لانج كونتيوجن او ريب ريفيوجن اوف لانج ترانسبلانتيشن. الاندايركت زي سيبسيس او سيبتيك شوك، مالتيبل تروما لاكيوت بانكريتايتس، ماسيف ترانسفيوجن او ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري، دراج توكسيستي، نيوجينيك بالمونري ايديما او كارديوبالمونري باي باس. المانجمنت بتاع الكيوت هايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلير، اول حاجه طبعا ان احنا البيشنت بيبقى محتاج اكسجين، فعندنا ثلاث طرق اللي احنا نوصل بيهم الاكسجين ده. اول حاجه اللي سامز اكسجين ثيرابي، ده هنتكلم عنهم كلهم. تاني حاجه النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن، ثالث حاجه الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن. الستاندر اوكسجين ثيرابي ده بيبقى عباره عن نيزل كانيولا او سيمبل فيس ماسك او فينتوري ماسك او نون ريبريزر ماسك. نون انفيزيف سباب في شكل فيس ماسك او هيلمت، الباي باب، الهاي فلو نيزل اوكسجين او نيجاتيف بريشر فنتليشن او الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن. النيزل كانيولا بتوصل اف اي او 2 من 24 ل 30%، والفلو ريت بتاعها من 1 ل 4 لتر. سمبل فيس ماسك بيوصل من 30 ل 40%، والفلو ريت بتاعه من 5 ل 10 لتر. الفنتوري ماسك الميزه فيه ان هو بيوصل فيكسد فلو، فيكسد اف اي او 2، فده بيبقى حلو جدا في عينين سي او بي دي علشان نتحكم في الاكسجينيشن بتاعهم. بيوصل من 24 ل 60% اوكسجين عن طريق اللي احنا بنتغير في الالوان، يعني مثلا اللون الازرق بيبقى معاه من 2 ل 4 لتر عشان يوصل 24% اوكسجين، اللون الابيض من 4 ل 6 لتر عشان يوصل 28% اوكسجين، وهكذا. النون ريبريسر ماسك ده بيوصل من 85 ل 90% اوكسجين، والفلو ريت بتاعه 15 لتر، ولازم عشان يبقى شغال يبقى الفولز موجوده. بعد كده النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن زي السباب. السباب الفكره فيه ان هو بروفايد كونستنت فيكسد بوست بريشر ثرو اوت انسبيريشن اند اكسبيريشن، فبيكيب الاير واي اوبن. وطبعا ممكن يوصل عن طريق الماسك او الفول فيس، الفول الماسك اللي هو بيبقى على المناخير والبوق بس، او الفول فيس ماسك او الهلمت او النيزل سباب. وانا كنت محظوظ ان انا شفت الهلمت في اسم 6 عندنا، كان اول مره اشوفها، وليها كريتيريا لوحدها ان هي يعني في على الفنتليتور، عشان خاطر الحجم بتاع الهلمت ده بياخد حوالي 11 لتر، فدي يعني بارامترز لوحده.
الفرق بين السباب والباي باب ان السباب البوزيتيف بريشر في الانسبيريشن والاكسبيريشن، انما الباي باب الهاي بوزيتيف بريشر في الانسبيريشن ولور بوزيتيف بريشر برضه بس في الاكسبيريشن، وبيستخدم اكتر في الاكسبيريشن في سي او بي دي. الهاي فلو نيزل اكسجين ده عباره عن جهاز فيه منه نوعين، في واحد بيوصل لغايه 60 لتر وفي واحد بيوصل لغايه 40 لتر، والفكره ان هو بيوصل اف اي او 2 من اول 21% لغايه 100%. وده بيبقى مفيد في عينين تايب 1 ريسبيرتوري فيلر اكتر، بس بداوا مؤخرا يستخدموه في تايب 2 ريسبيرتوري فيلر لانه بيعمل ستاتيك بيب، فممكن برضو يستخدم في التايب 2 ريسبيرتوري فيلر. وفي النيجاتيف بريشر فنتليشن ده حاجه زي مش اوبسليت بس هي حاجه ما بقتش تستخدم دلوقتي قوي، كانت مشهوره قوي في القرن العشرين ديورنج بوليو ابيديميك. واخر حاجه الانفيزبل ميكانيكال فنتليشن، وده الميزه فيه ان هو بيبقى الفولوينج اوف دايناميك تشينج، لان بيبقى كل حاجه عندنا على جهاز بنقدر نشوف الفلو ويفز وبنقدر نشوف البريشر ويفز، فبنقدر نفولو اب الدايناميك بتاعت اللانج. الفكره بنختار ايه في كل واحد منهم. طبعا الاختيار المبدئي اللي بنبدا بيه عند اي عيان هايبوكسيميك اللي احنا هنحط الستاندرد اوكسجين ثيرابي، واز لونج از الستاندرد اوكسجين ثيرابي كيبس ساتوريشن اباف 90% مش محتاجين ان احنا ندور على حاجه ثانيه بعده. بس الفكره ان هو لو الستاندرد اوكسجين ثيرابي مش كفايه، فهنتجه للنون انفيزيف ولا للانفيزيف فنتليشن. هنقارن ما بينهم في ايه؟ في الشورت تيرم مورتاليتي ريتس والريسك اوف انتيوبيشن. كان دكتور وليد يعني تبرع واداني زي استادي عن الموضوع ده، فانا قريتها في ده السمري اوف ايفيدنس اللي كان فيها. الفكره ان هيلمت نون انفيزيف فنتليشن والسباب كان البيست استراتيجي فور ريديوسينج مورتاليتي اند انتيوبيشن. التريتمنت افكت ما بين النون انفيزيف والانفيزيف ما فرقتش في المورتاليتي، والنون انفيزيف فنتليشن اسوشيتد وذ لور مورتاليتي ريت ان سي او بي دي اند كارديو بلمونري ايديما. الفكره في الدينوفو اكيوت هايبوكسيميك ريسبيرتوري فيلير ده اللي الستادز فيه مش كلير او لسه ما وصلوش يعني نيد فيرذر ستادز، بس بنفضل فيه الانفيزيف ميكانيكال فنتليشن. ولازم واحنا بنستخدم بريشر سبورت نليمت الافويد ليمت بريشر نافويد لانج انجري. ده كان ملخص للبرسنتج اللي طلعت في الميتا اناليسز. طبعا احنا شايفين ان هنا احسن حاجه في الشورت تيرم مورتاليتي السباب 84%. شاور بالماوس كده باين؟ احنا شايفين ماوس ماوس شايفين كويس. اوكي تمام. ايوه اتفضل. الشورت تيرم مورتاليتي هنا السباب 84%، والانتراكيل انتيوبيشن برضو كان افضل حاجه السباب 88.5%، فهو عشان كده يعتبر السباب هو البيست استراتيجي. طيب لو النون انفيزيف فنتليشن والانفيزيف فنتليشن مفيش فرق بينهم بالمورتاليتي والريسك اوف الانتيوبيشن بيبقى افضل، المورتاليتي والانتيوبيشن بيبقى افضل في بريشر، طب ليه احنا بنستخدم اصلا الانفيزيف؟ الفكره كلها في ان اللي احنا بنحتاج الانفيزيف في ان احنا نعمل اكتر لونجست بروتكتيف استراتيجي في الدينوفو او مثلا حالات الاي ار دي اس، بنحتاج ان احنا نعمل لونج بروتكتيف استراتيجيز. دي ما بنقدرش نعملها مع النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن علشان ما بنقدرش نتحكم في الاكسباير تايدل فوليوم، غالبا مع النون انفيزيف بيبقوا اكتر من الكميه اللي احنا محتاجينها. او لما يبقى النون انفيزيف فنتليشن كونترا انديكيتد. فايه هي كونتر انديكيشن اوف انفيزيف فنتليشن؟ الحاجات الابسوليوت زي ريسبيرتوري ارست او انكوبريتيف بيشنت او انابيليتي تو بروتكت الاير واي، تروما او البيرن انفولفينج ذا فيس، فيشيال اسوفجيال اور جاستريك سيرجري، ابنيا، سيربيكال كونشس ليفل او اير ليك سيندروم. الحاجات الريليتيف زي الاكستريم انكزايتي، موربيد اوبستي، الكوبيا سيكريشنز، نيد او فور كونتينوس اور نيرلي كونتينوس فنتلاتري اسيستنس او لاك اوف ريسبيرتوري درايف وديزيز اير ترافلنج. الكونكلوجن الستاندرد اوكسجين ثيرابي يوزد انيشيالي از لونج از اوكسجين ريكويرمنت ار ميت، الهاي فلو نيزل اوكسجين كان بي يوزد بات ويز مور ريسك اوف انتيوبيشن اند مورتاليتي ذان سباب اند هيلمت بوست بريشر فنتليشن. النون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن از ذن يوزد سبيشالي ان بالمونري اديما اند سي او بي دي بيشنت. في الدينوف واكيوت هايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلير انسفيشنت ستادز ار فاوند تو كومبير انفيزيف فيرسز نون انفيزيف ميكانيكال فنتليشن، بس الميكانيكال فنتليشن از يوزد تو بيرفورم لونج بروتكتيف استراتيجيز سبيشالي وين انكلودينج نيوروماسكولار بلوك. Thank you.